بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني أخواتي متتبعين قناة يوميات أم الصحراء، مرحبا بكم في القناة، وما تنساوش تضغطوا على إعجاب واشتراك والضغط على الجرس وبارتجوا القناة مع أحبابكم. الأخوات، اليوم غنصور لكم واحد الفطيرة كتجي زوينة، كتجي صراحة زوينة، لا في المنظر ولا في المذاق. فالحشوة كما كتشوفوا سبق لي وجدتها، ولكن الحشوة سهلة غنقولها لكم. درت جوج بصلات كبارات مقطعات صغار، وفلفلة وحدة مقطعة مربعات، وجوج خيزوات محكوكات، وجوج كورجيت محكوكات، والصدر ديال الدجاج مقطع مربعات، والطبزيرة درت الربيع، درت البزار، درت شوية سكينجبير، ودرت التحميرة، الخرقوم والملحة. هانتوما كيما كتشوفوا، وكنبقاو نحركو في المقلاة، نحركوها في المقلاة حتى كتشحر، حتى كتنشف، وكنديرو الزيت. هنا العجينة درت جوج زلايف ديال الدقيق ما عامرينش، يعني زلايف صغار، جوج زلايف صغار ديال الدقيق، وزلافة ديال الفينو، وخميرة حمراء وحدة، وشويه ديال الملحه، وكنعجنوها بالماء دافي، الماء يكون دافي بزاف، ما يكونش سخون باش ما يخسرش لينا العجينه. كنعجنها وكنديرها في بلاستيكه مدهونه بالزيت، وكنخليها ترتاح. عجنتها هي الاولى، خليتها حتى ارتاحت بما وجدت الحشوه وبردات الحشوه كذلك. وغنحتاجو الزيت وشويه ديال الزبده باش ندهنو، وهانتوما غتشوفوا معايا الطريقه. بسم الله على بركه الله، كندهن بلاصه فين كنخدم. نبدا بالعجينه، كتشوفوا غنقطع منها شويه، تقريبا ثلث كما كتشوفوا، ثلث غنحتفظ بها في الطبسيل. هانتوما معايا، وهذه غندير لها هكا، نديرها هكا على شكل طولي. ثم الاخوات، نديرها هكا على شكل طولي. شوفوا معايا الطريقه، راه غادي تعجبكم. نخليها ترتاح واحد شويه هكا، ونجي هنا للعجينه هادي اللي سميتو، وغنديرها هاد العجينة هادي، ونقطعها هكا كويرات. وهانتوما بالنسبه لهاد الكويرات، خمسه سته مثلا. انا دابا خرجت لي هاد العجينه فيها خمسه قد قد، وحده صغيره مزيان. المهم وحده تشد لكم شويه صغيره عليهم. انتم غتشوفوا معايا الطريقه كيفاش. هي غنحطها هنايا، هنا بشويه الزويته كنبغيها، نبغي نخدم بيها. حيدتها من الطبسيل لان غادي تلصق ليا. هي الاخوات دهنتها بالزيت، نغطيها بالبلاستيكه ونخليها لما نسالي العجينه ديالي. ها هي العجينه بالزيت، شتو
الاخوات نصرفوها هكا على شكل مستطيل، وحنا غاديين معاها شويه بشويه. ندهن فين ما نحس بها، خاصني ندهن تحت منها، ندهن باش تسرح ليا. نحاول نديرها رقيقه شويه، ندهن بالزيت البلاصه اللي كنخدم فيها باش تسهل عليا التسرح ديالها ما تقطعش. انتم الاخوات نتمنى الفكره تكون واضحه، راه سهل هذه المساله الطريقه للمقادير. نسرح باش ما كانت رقيقه مزيانه الاخوات، ما تجيناش معجنه، وخصها تكون في هذا السمك هذا تقريبا 20 سنتيم اللي فيها في العرض، اما في الطول راه طولوا. ها هي الاخوات من بعد ما سرحتها هذه الحاشيه، هذه هذا الطرف هذا القنت سرحت لي، غادي نقطع غنقطعو وجبت العجينه من الاول. دابا انا جايه مع العجينه بحال هكا، هانتوما شوفوا الاخوات، جبت العجينه هكا هكا كنجرها لهنا، شفتوا كنسرح وكنجرها لهنا 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 حتى جمعتها بحال هذا الشكل، شفتوها؟ علاش؟ حيت بغيت نقطعها وبغيت عاد نعاود نسرح هذا الطرف هذا اللي غنقطع. هانتوما غادي تفهموا معايا، غنقطع هاد الزياده هادي كامله، غنحطها جانبا. ونعاود عاوتاني نسرح، باش ما قلت لكم الاخوات سرحناها ورققناها راه مزيان، ونبقى نجر لواحد الجهه. دابا انا هادي كنجر لعندي لهنا، شفتوها العجينه دهنوا مزيان تحت منها باش تمشي معاكم، فين ما سرحتوها كتمشي معاكم، شفتوا هكذا. دابا انا عندي الحشوه، احنا الاخوات من بعد ما سرحنا العجينه غندهنها بالزبده دايبه هي الاولى. ثم دابا الاخوات غندير الحشوه، غنديرها هكذا في الوسط، نخلي شويه من الحشوه لهذوك الكويرات اللي خليت، هي كتبغي شويه الحشوه تكون كثيره هذه الفطيره.
صافي الاخوات، الحشوه كنقدوها هكا بيدينا كما كتشوفوا، كنقدوها هكذا بيدينا باش ما تكونش بلاصه عامره بلاصه خاويه، كلشي كندوزو عليها هكذا بيدينا. هانتوما الاخوات، من بعد ما درت ليها الفرماج غادي دابا نطويها. هانتوما كتشوفوا غنحط عليها العجينه هاد الطرف. كنضغط عليها هكذا صافي، كنبدا نقلبها هكذا. كنجيب عليها الطرف الاخر هكذا، ديك الحاشيه الاخيره كندخلها كده تحت منها بشويه غير الخاطر. الاخوات هي العجينه اللي كنت قطعت اللي كنت قطعتها، هي غنسرحها الاخوات، نقطعها شرائط. هانتوما كما كتشوفوا عندنا شويه بشويه الزبده هو الاول، عندنا بشويه الزبده نقطعها شرائط. هاي الاخوات لما جمعناها درتها في الطاوة على هذا الشكل دائري. هنايا قطعت منها شويه لانها طويله، وهني تبغيناه كندخلو في هذاك الطرف الاخر، يعني كنجمعوها تعطينا شكل دائري بحال هكذا، كنسرحوها شويه هكذا.
الطرف اللي قطعت. توا هنديرو في الوسط على شكل دائرة توا صغيرة، وغنفتح هنايا داك النهاية، وكنجيب لعندها هادي كندير عليها هكذا وكنسد صافي. كما كتشوفوا اخوات، هذوك الشرائط اللي قطعنا غندهنهم بصفر ديال البيضه من الفوق، صافي غنكتفي بهادو. نشوف ليا كيما غيخصني، غادي نهز هاد الشريط غنقطعو شرائط تقريبا يكونوا في السمك ديال الفطيرة بحال هاد الشكل، وغادي نلصقهم هنايا هكذا مايلين باش يعطينا واحد الزواقه. كندهنهم بصفر البيض باش هما اللي تبان فيهم، هذا تبان فيهم الحمريه ديال البيض. نفس العملية غنديرها لهاد الآخرين، بالنسبة لهادي اللي هكذا مسدودة فكنسدها بوحدة باش ما تبانش. كنمشيو نفس الشكل كنميلو، بغيتو تزيدو عليهم شرائح أخرى عكسة بحال اكس تديروها. غادي نزيد هادو نقليهم هكذا. المهم كيما الاخوات الزواق لكم الاختيار، باش ما زوقتوها ممكن تفرو ديرو الضفيره ديال ثلاثة حتى هي وتحطوها فوق منها. كيما قلت لكم الاخوات الزواق لكم الاختيار. خصني باقي نقطع، غادي نزيد شويه الاخوات صفر البيض. نتوما كتبقاو تزيدو، علاش؟ باش تجينا يجيونا هاد الاشرطه اللي كنزوقو بهم يجيونا محمرين على الفطيره باش يبان الزواق. جاتني كبيره جينا دابا الطرخات،
شوف الاخوات انتما كيما شفتوها، غندير الفوق الاخرى الوسطانيه ديك الصغيره ما نقطعلهاش حيت يكونوا صغار. صافي الاخوات، دابا غندخل على الفران وهانتوما معايا. هانتوما الاخوات كناخدو كويرات، دوك الكويرات اللي عدلنا خمسة ها هما، كنسرحهم غير هكذا شويه وكندير وسط منهم هكذا شويه للحشوه، وكنسدهم هكذا. نحاول نكورها بيديا، وكنحطها وكنهز واحدة أخرى نفس العملية. ندهن نسرحها، نسرحها غير شوية باش ما تغلبناش، غير هكا شوية صافي. هنا ما غنكوروها، كنديرو الحشوة هكذا وكنسدوها نفس العملية. صافي كنقلبوها كنحطوها. كتبقى تدي الحشوة شي مشكل. هانتوما الاخوات، من بعد ما جمعت دوك الكويرات عمرتهم بالحشوه، فغنبدا نسرحهم شويه هكذا هي شويه. بالنسبه للاخوات سولتوني في داك الفيديو اللي حطيت، داك الفيديو اللي حطيت ديال الاحتفال بالنهار الاول ديال رمضان، كيفاش احتفلنا برمضان، وبانوا لكم شي خبيزات في التبصيل هكذا، راه هما هادو. وسولوني الاخوات في الخاص قالوا لي هادوك باش عمرتيهم دوك الخبيزات اللي في التبصيل، غير هادوك سرحتهم بزاف، هادو لا، هادو بغيت نخليهم شويه مجموعين. هما هادو الحشوه كما قلت لكم الاخوات، الحشوه انتوما اللي عندكم، انتوما اللي عندكم، عندك الكفته ديري كفته، عندك لاداند ديري لاداند، عندك الدجاج ديري الدجاج، ما عندكش ديري غير الخضره، ممكن ديري حتى الطون. هما هادو غير هادوك ديك سرحتهم بزاف، هادو لا. هادي ديك الصغيرة، هانتوما الأخوات، هاهما لما حطيتهم في الطاوة، ندهنهم، نديرهم دوك الشرايط. نديرهم الشرايط هكذا،
ديرهم هكذا، ملي كتشوفوا الاخوات حاولوا بحال هادو دخلوهم هكا لتحت. اللي بغى يرشهم بالزنجلان راه ممكن، او الخشخاش، او اللي يعجبكم. انا غنخليهم غير هكذا. الجناب كندخلوهم لتحت، هما الاخوات من بعد ما ساليتهم دابا غندخلهم الفران. الاخوات ديك العجينه ديال الشرائط اللي شاطت ليا شديتها جمعتها وحطيتها في الميكرو خليتها ترتاحت وسرحتها، وشاطت لي شويه ديال الحشوه من ديك الحشوه اللي خليت لدوك الكويرات. هاني دابا غادي نديرها على شكل محنشه صغيره. كما شفتوا طولوها هكا شويه بيدينا، صافي كنلويها هكذا بشكل محنشه صغيره. حتى حاجه ما تضيع الاخوات، شاطات العجينه نفكروا نديروا ليها شي حيله، غير هي خصها بحال كي شاطات العجينه مقطعه كتبغي شويه ترتاح في الميكا، نديروها في الميكا ونخليوها ترتاح. صافي يعني درتها محنشه ندخلها الفران نطيب مع خواتاتها. هادي غندهنها بشويه صفر البيض، هانتوما الاخوات من بعد ما طابت هانتوما شفتوهم كيفاش كيجيو. هاهما نقرب ليكم. ما شاء الله كيجيو مقرملين الصراحه، مقرمشين كيجيو زوينين بحال الا دايرهم بالورقه ديال البسطيله. كنصحكم انكم تجربوها، فما شاء الله كتجي زوينه كتجي هشيشه. هانتوما كما شفتوا رشيتها فقط بالفرماج من بعد ما خرجت، نتوما كما كتشوفوا. وكنتمنى تجربوها الصراحه كتجي زوينه رائعه في المذاق وحتى في المنظر. هذوك الخبيزات اللي عمرت كما كتشوفوهم درتهم في الوسط، وهذه كتجي هكذاك في الجناب، صراحه كتجي زوينه. كنتمنى انكم تجربوها وكتجي مقرمشه. ها انتم الاخوات هذيك الصغيره ها هي، فغنفتحها معكم تشوفوها باش تشوفوا كيفاش. هانتوما شفتوا كيفاش كتجي، كتجي مقرمشه. كتخليوها حتى كطيب، سمعتوا القرمشه، شفتوها كيفاش كتجي في الوسط، ما كتجي لا معجنه لا حتى شي حاجه، كتجي مقرمشه. هانتوما كما كتشوفوا شفتوها كتجي مقرمشه الصراحه، كتجي لذيذه كما قلت لكم بحال دايرها بالورقه البسطيله، لان باش ما كترققوا العجينه كتجي زوينه. فكنصحكم تجربوها، راه جات زوينه ما شاء الله. كنصحكم تجربوها وكنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، ومرحبا بكم معنا في القناه. هانتوما الاخوات هذوك اللي درتهم دوائر صغيره، هانتوما شفتوا كيف كاش كتجي من الوسط، ما كتجيش معجنه ولا بالعكس كتجي خاويه ومنفوخه. هانتوما كما كتشوفوا شفتوها، فكتجي كما قلت لكم كلناهم دابا ما شاء الله، راه كتجي بحال الا كتاكلي شي بسيطيلات صغار بالورقه ماشي بالعجينه، فما شاء الله كيجيو زوينين. فبغيت نتقاسمها معكم هاد التجربه، وكنشجعكم انكم تجربوهم، ومرحبا بكم.